بسم الله. احمد زكي ولا نور الشريف؟ بالنسبه لي وطبعا يمكن ناس كتير جدا هيشوفونا دلوقتي هيعرفوا ان نور الشريف لارتباط شخصي نفسي بنور الشريف الف رحمه ونور عليه، انه تقريبا ده سجل خطواتي في السينما وفي الفيديو. ماشي. من اول ما بدات يعني اشتغلت معاه وانا بقول جملتين ثلاثه، وبعدين اشتغلت معاه وانا ليا الشرف اني بشاركه في البطوله زي الدالي وزي جداً. دم الغزال وزي مسجون ترانزيت جداً. واشتغلت معاه زمان 131 اشغال، كتبت الاعدام، قلب الليل، يعني انا ما انسلوش انه احمد زكي لا بص اول حاجه العظيمه لما طلع اتكلم عن العبد لله افهم الكلام. انا فاهم بس قول لي الاول، انت قلت نور الشريف، قول نور الشريف بس تقول الكلمه عشان انا في المونتاج احط انت اجابتك ايه. انا فهمت بالشرح بس انت ما قلتش نور الشريف. انت هتمنتش كلامي؟ لا لا انا كلامي يتشل لا يتلج. امنتش ايه نظريه المؤامره دي؟ امنتش كلامك ليه؟ هو كذا ولا كذا دي يا حبيبي لوحدها. ايوه بعد ما انت تشرح لازم انا احط بقى شط وانت بتقول نور الشريف، لازم اقول اجابتك في الاخر ايه. ماشي. محمود عبد العزيز ولا يحيى الفخراني؟ ده ايه البرنامج ده؟ تاني سؤال يا جماعه، ده تاني سؤال في اللعبه يا عم. انت انا مش عارف هعمل ايه بعد كده. ما هو برضه نفس الحكايه، محمود عبد العزيز ولا لو عايز مثلا اركز في السينما هختار محمود عبد العزيز الله يرحمه. اوكي. لو عايز اركز في التلفزيون الدراما التلفزيونيه والمسرح ايوه هختار يحيى الفخراني ربنا يبارك في صحته. ويخلص كذا ولا كذا بقى انت عارف ما ندخل فيها كذا. اقسم لك بالله انا ما قلت غير اتنين وما جاوبتش لسه على التانية. حلو رضاك انت دمرت لي التيمبو بس الحكي معاك حلو فانا سايبك. ما خلينا سعاد حسني ولا شاديه؟ بص الاثنين دول بالذات ما مش هيجيلهم شبيه لا في قبلهم ولا بعدهم زيهم يعني. وعشان كده يا جماعه عايز ابعت له فويس نوت اقول له الهدف من السؤال الحيره انا عايز احيرك فانت لما تحتار وتختار اعرف هنا ان انت بتعشق الاثنين بس من المضطر تختار فاخترت مثلا سعاد يبقى انت يعني شاديه سنه زياده. يا اخي عايز اخش جوه صلاح عبد الله. يعني شاديه احلى مطربه مثلت وسعاد احلى ممثله غنت. شوف بص الاجابه العبقريه. عمنا والله يرحمه اختار بالله عليك قبل ما ربنا يرحمني انا. سعاد حسني. انا ولا المليجي؟ ايه؟ ايه له كلمه؟ ايه يا ابني في ايه ده؟ اولا اشكرك على زعيقك فيا. شكرا. لا عشان شعر ربنا يعرفوه بالعقل بس. أوكي. ده انا عارف انك ان انا بظلم المليجي بس بتظلم المليجي. عم صلاح انا بحاول ابقى افضل متواضع وانا بسال السؤال ده وانت بتخرجني على طول. المليجي ما يعني ما دام انا مش فاهم جات لك الجرأه منين انك تقارن نفسك بالمليجي؟ انت مجنون يا ابني. لا انت مش طبيعي. المليجي وانت جاوبت المليجي؟ طب انا كنت عايز اجاوب ايه؟ انت بجد والله انا اتذبح لو قلت عايز اقول عمر بتولي. انت بجد والله العظيم قلت المليجي؟ انا مش مصدقك. طب اقول لك حاجه، طب الناس هتقول عليك ايه؟ هتقول عليك ايه؟ هتقول عليك مجامل جدا. هتقول عليك انت ايه؟ ربنا يستر وما يقفلوش. هيقول عليه عظيم؟ هو ده هزار. لا يا عم انا بضحك لان انت مخضوض. انا فاكره. لا فاكر اسئله. عادل امام ولا عادل امام؟ سؤال ذكي والله العظيم. تخيل لانه ربنا يبارك في عمره وصحته لا يقارن. امين يا رب. انما يقارن بنفسه وده الذكاء في سؤالك اللي انت مش واخد بالك منه انه في ذكاء. ليه انا اللي عامل انت انا اللي عامل السؤال؟ جه معاك بالصدفه. جه معاك بالصدفه. يبقى السؤال عجبه فعلا. طيب. فانت اخترت عادل امام الاولاني. ماشي. سيد رجب ولا خالد الصاوي؟ لان هو طول عمره الاولاني من ساعه ما ظهر. دي حقيقة. لا دي حقيقة. مش فاهم اصلا قلتها قصدك بأداء درامي انا ما مش حابه بصراحة. لا بعمل زي الهاشتاج. انت بقيت بقى شقي قوي. عم صلاح يا جماعة في قمة شقاوته خد بالك. ده اساله بقى اقوله بتكراش على مين يعني؟ بالظبط. بالظبط كنت بفهمها غلط. بتكراش كنت بفهمها بتكراش دي انك بتهاجم الطلقة. والله للأسف خدت وقت شويه عرفت ان
بكرش على عمر متولي يعني بحبه او عايز اقول له حاجه. بتبقى مصيبه لو بتكرش على عمر متولي. هنروح في ده يا انا وانت ليه كده تكرش على انثى؟ تكرش المفروض تكرش على واحد سيد والانثى تكرش على راجل. يعني برضو حتى ما صلحت الفهم غلط. لا مش غلط شويه يعني. لا غلط ايه ده احنا كنا دخلنا في قوس قزح يا راجل. الذكر لا يكرش على ذكر. لو حد هو بيحبه بشكل لا هذا ليس كراش انما صداقه اخويه بريئه. انما كراش هو الاندفاع العاطفي والاعجاب يعني الشديد. انا ممكن اكراش على واحده من زميلاتي مثلا يعني معجب بها اعجاب شديد وحاسس ولا شايف فيهم غلط برضه. لا لا تكراش على واحده من زميلاتك يعني معجب بها اعجاب شديد و